دائما تكون الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي محط أنظار الجميع بإطلالاتها المتميزة وأعمالها الفنية ومواهبها المتعددة. بلقيس واللي حصدت بالآونة الأخيرة على جوائز عالمية وجمعت العديد من المواهب واستطاعت إثبات نفسها، يبدو وأنه رح تكمل هيدي المسيرة الناجحة بدخول عالم التمثيل، فشو القصة؟ بالتفاصيل، قامت النجمة بلقيس فتحي بفتح الباب أمام رواد السوشيال ميديا لطرح الأسئلة عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأجابت على الكثير من الأسئلة بشفافية كبيرة وعاطفة لمحبيها، إذ تحدثت عن أمور عدة سواء بحياتها المهنية أم الشخصية. فقد أكدت فتحي عدم ممانعتها دخول مجال التمثيل، فيما أشارت إلى أنه وبحال دخلت لمجال الدراما رح يكون هناك بعض الشروط يلي بتجعلها تقبل، وهي ظهورها بدور بيقلب موازين مسيرتها الفنية وبغيرها كذلك أنه يكون لديها فكرة، وبحال تقدمت لها فرصة مناسبة ما رح تفوتها على حسب أولى. هيدا وأوضحت فتحي أنه لم يكن لها ألبوم غنائي جديد هيدا العام، فرح تكتفي بالأعمال المصورة، معتبرة بذلك أنه الأغاني المحورية يلي كانت بمسيرتها هي الهوى اللي طرحتها عام 2013 بمرحلة البدايات وانتهى بالسنوات الأخيرة. وعن سؤالها فيما إذا كانت بترغب بتقديم ديو غنائي، بيّنت بلقيس عن رغبتها بذلك وانتقت الغناء مع النجم اللبناني وائل كفوري بين الفنانين ومواطنته النجم نانسي عجرم بين الفنانات. من جهة أخرى وعن الأغنية اللي بتتمنى بلقيس لو إنها كانت ملكها، بيّنت إعجابها بأغنية مشاعر للفنانة شيرين عبد الوهاب يلي أدتها شيرين كأغنية دعائية تتر لمسلسل حكاية حياة ونالت أصداء ناجحة. على الصعيد الشخصي، ما نسيت بلقيس الاعتزاز بالافتخار بنفسها، إذ وصفت نفسها بأنه قلبها بيتمتع بالقسوة، إذ رغبت بذلك معربة بذلك عن رضاها بنفسها، وقالت فخورة فيها وأحبها وأعرف حذافير قصتها وأقدر مجهودها وعطاءاتها. ديسي احتلت بلقيس بالآونة الأخيرة المركز الرابع عالميا عن فئة أفضل فستان بين نجمات العالم بحسب إحصاءات الجائزة العالمية Red Carpet Fashion Awards، جوائز السجادة الحمراء للموضة، وأجا ذلك بعد ظهورها بالعديد من المناسبات بإطلالة لافتة، فيما خطفت بلقيس الأنظار عندما أطلت بفستان أزرق اللون ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام بالمملكة العربية السعودية. وكان فستان الفنان المصمم من قبل الماركة المشهورة فيرزاتشي متميز بلمعان ومع ثنيات ناعمة حددت خصرة، واكتملت إطلالتها بكمين لافتين من التافتة بنفس اللون النيلي مع ذيل طويل أضفى لمسة خاصة لإطلالتها. من جهة أخرى، حصدت صاحبة أغنية حواء جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنيتها أمام مرايتي، بحين تم تكريمها بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسة كبيرة من عدد كبير من المطربين العرب.